نبدأ معاكم في البداية كده، يعني جولة سريعة في أخبارنا كده سريعا لحين بس ما يطمنوني، لأن عايز عندي موضوع شيكابالا طبعا مهم جدا النهاردة، ومهم جدا إن أنا آخد فيه آراء ضيوفي، لكن منتظرين بس نجهز اللقاء المستشار مرتضى مع شيكابالا بعد قليل هيكون معانا إن شاء الله بإذن الله. لكن اسمحوا لي في البداية نبدأ بمجموعة من الأخبار. أستاذ عبد الشافي، أستاذ عمر، أستاذ منتصر، المدير الفني الجديد طبعا أوسيريو بيطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات في الدوري أمام المقاولون العرب المباراة اللي جاية، وبيطالب إني لازم استغل الفوز في آخر مباراتين أمام حرس الحدود وأمام البنك الأهلي بالانتصار الثالث على التوالي. سوري برضو طلب تقرير من طبيب الزمالك عن حالة المصابين، لأن الراجل جاي وعايز يقف على كل كبيرة وصغيرة، كل لاعب، كل واحد ظروفه إيه، الناس اللي بره دي بره ليه، الناس اللي بتتأهل إيه إصابتها، فمهم جدا يكون التقرير ده معاه وعلى طاولة الجهاز الفني ككل من الدكتور طبعا محمد أسامة وجهازه الطبي، هيسلموا هذا التقرير لخوان كارلوس أوسيريو. ميدو أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك طبعا ونجم الزمالك الكبير حضر المران النهاردة كامل قبل مواجهة المقاولين العرب، وكان متواجد مع الجهاز الفني كلهم طبعا أصحابه وأصدقائه، سواء كابتن مدحت أوسى، عبد الواحد، أحمد مجدي طبعا، وأسري، وكمان مع أستاذ أمير مرتضى منصور. وميدو من الناس بصراحة اللي واقفة مع ناديها، واقفة مع ناديها، وحط تحت ناديها دي 100 خط عشان بس الناس اللي بتقعد تتصل بيه وتقول له أنت واقف ليه مع نادي الزمالك، يعني مش عارف بصراحة بيجيبوا الأسئلة دي منين. الطبيعي ان كل زملكاوي وكل نجم زملكاوي غير على ناديه انه يقف مع نادي، لكن ميدو بيلام من نجوم، كبار نجوم واسماء ورموز نادي الزمالك اللي عملها، بيلومه ميدو ان هو واقف مع نادي الزمالك ليه، وبيقف مع الزمالك في محنه وفي ازماته ليه. سؤال هم لو عندهم اجابه يبقوا يجاوبوا هم. سوري في مران اليوم النهارده بيصحح اخطاء اللاعبين، وده مهم جدا ان الراجل من هو قاعد في المباراه في الاستاد المباراه الاخيره كان بيدون ملاحظاته، فالنهارده بيعمد على تصحيح الاخطاء والسلبيات، وده مهم جدا. المدير الفني حط برنامج خاص لمحمود حمدي الونش، لان طبعا هو عارف قيمه الونش وعارف ايه اهميه محمود حمدي الونش في خط دفاع نادي الزمالك، ففي برنامج خاص للونش ان شاء الله. الونش كل مباراة عن مباراة بيرجع هو محمود الونش اللي احنا نعرفه صخرة الدفاع ونجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك. عمر جابر انتظم في تدريبات الزمالك الجماعية بصورة طبيعية وشارك في التدريبات بعد انهاء البرنامج التأهيلي اللي كان بيخضع له الفترة الأخيرة، وعمر أصبح جاهز بنسبة 100% للمشاركة بشكل طبيعي مع الزمالك سواء في التدريبات أو المشاركة في المباريات دي ترجع للرؤية الفنية واختيار التشكيل للمدير الفني الجديد. تدريبات بدنية خاصة لرباعي الزمالك يوسف أسامة نبيه وعبد الله محمد ومحمد حسام بيسو وعمر جابر، ودي كانت تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في المران. فتوح خد راحة من تدريبات الزمالك اليوم بقرار من الجهاز الفني. والخبر الأهم فتح باب حجز تذاكر مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي إن شاء الله في 5 مايو المقبل، وهيتم طرح 30,000 تذكرة بالمناصفة بين القطبين الكبيرين النادي الزمالك والمنافس الغريم التقليدي بتاعه.